خليني اعرف السيد ايمن الشريعي رئيس نادي انبي، مساء الخير يا فندم. يا فندم الو محمد بيه، ازيك يا فندم؟ اهلا يا فندم، ازي سيادتك؟ اخبارك ايه؟ كله تمام تمام الحمد والله لله، الحمد لله. تمام الحمد لله. انا فوجئت بيقولوا لي ان اللي بيفكر فيه الاهلي ده فكره رائعه جدا، بس انبي عاملها من سنتين ثلاثه. انتوا فعلا عاملين تعاون او شارين نادي تاني في القسم التاني، او لكم تعاون مع نادي لاعبتكم او فرقتكم بتلعب حاجه كده؟ مش عارف. لا احنا الفكره اللي بيتكلم عليها طبعا من النادي الاهلي هو نادي امبي خاضها ونفذها من سنتين. انت عندك علم بالفكره اللي الاهلي بيقولها دي طيب اساسا؟ انا سمعت ان يعني في هيبقى في تعاون مع نادي بروكسي، يعني اللي انا سمعت يعني زي ما الناس سمعت يعني، بس هو نادي امبي انا من سنتين خضنا التجربه دي. بس هي التجربه دي ليها لازم يبقى ليها اركان عشان نعرف ننفذها، يعني الموضوع مش بيبقى كده. يعني احنا يعني انا اتجهت للفكره دي نتيجه الانتاج الكبير من قطاع الناشئين في نادي انبي طبعا، يعني وكتير مميزين المفروض. نادي انبي افضل قطاع ناشئين في مصر، ده كلام يعني احنا خلصناه من فتره، يعني كشغل وكرعايه يعني وكعدد. وبتقبض انت بالهبل كل موسم انتقالات دلوقتي؟ لا والله بص يا مش محمد عايزها. بيه، ما انت زي ما بتتعب، ما هو خلي بالك برضه فكره التطوير دي زي ما بتتحمل الضغوط. لو انت بتشوفني وانا بكسب، انا عايزك تشوفني كمان وانا بتضغط. ما انا عشان اكسب وعملت ده ازاي؟ يعني ايوه وصلت للمرحله دي ازاي؟ تمام. فالموضوع هو انت كده دلوقتي فعلا. ايمن بيه بتكسب؟ انا قصدي بكسب، يعني الناس بتشوف ان يعني اقصد في الايراد بتكسب دلوقتي؟ لا احنا باي ذا لسه واي كده يعني بمناسبه الصرف الآمن ده التارجت بتاعي، اللي تمام. المفروض يتحقق خلال يعني موسم كمان ان شاء الله، الموسم اللي جاي ان شاء الله الصرف يبقى الامن يعني انه ايراداتك ومصروفاتك ايراداتي زي مصروفاتي. طب هايل. وده تبقى غطيت جاب كبير كان موجود في السابق؟ لا غطيت طبعا جاب كبير، وحاجه تانية وحطيت اساس في الشغلانه نفسها، لان مفيش شغلانه من غير محددات. تمام. والاساس ده مستمر سواء انت موجود او مش موجود طبعا المفروض؟ طبعا خلاص بتحط السيستم وتمشي. لا طب خلاص انت معلش مش سؤال هتبقى قاعد. بايخ، هو كان تقريبا الفرق كان كام في المائة يعني؟ او لا يعني بيبقى في خسائر ممكن 30 مليون 40 مليون 50، يعني اوكي، على حسب انما حضرتك بتقول خلال سنه هيبقى الجاب ده ان مش شاء الله موجود. التارجت اللي محطوط ان الموسم مش الصيف الانتقالات دي، الانتقالات الصيف اللي بعد اللي جاي ده نبقى حققنا فكره منظومه الصرف الامن. اللي هو صيف 25. واحنا ابتدينا بالفعل كده. لو تلاحظ ان فتره الانتقالات بتاعتنا، سيبك من ان احنا كان موقوف قيدنا، احنا جينا في الانتقالات الشتويه دي احنا ما جبناش حد، بنطلع بس. تمام. يعني بنبتدي بناخد من الانتاجات بتاعتنا علشان نزود ايراداتنا بعد كده. تمام. ما انت لازم تشوف حل في الايراد. تمام مظبوط. مش هينفع تفضل واقف كده. مظبوط. فاهم حاجه في الحلول دي ان انت توقف المدخلات بتاعتك. تمام. اللعيبه اللي انت بتجيبها. يعني بحيث ان تبتدي انت بتقلل المصروف جدا وتزود الايراد. تبتدي تعتمد على قطاع الناشئين، واحنا عشان يعني انت في نعتمد. موسم الانتقالات ده، عشان نرجع تاني لموضوعنا، مدخل كام حضرتك مثلا في الشتاء مثلا؟ لا انا في الشتاء ده تقريبا الانتقالات يعني. الانتقالات اللي عندي دي دلوقتي في الشتاء بعت مثلا 2 لعيبه، واحد 2009 وزياد كمال، يعني دول الاثنين اللي طلعوا في فتره الشتاء اللي احنا فيها، انتقالات الشتويه. 40 مليون مثلا تقريبا؟ لا ده ولد 2009 عندي، كان عملت موديل كده بيزنس موديل مع زد خدوه براء. وزياد بكام؟ كمال، زياد كمال عملنا موديل برضو. زياد كمان عرفنا على 30 الاعاره بتاعته والكلام ده. كانت اعاره يعني، بس هي مش الموضوع ما كانتش اعاره بس، يعني هو الفكره نفسها محمد بيه ما كانتش اعاره على قد ما هي موديل ماركتنج كده بيني وبين الزمالك، كل واحد بيستفيد من الجانب بتاعه، فعلشان يعني تبقى الامور واضحه. غير براء بتاع زد، هذا يعني براء بيع وشراء عادي. براء مشاركه. مشاركه؟ يعني هو يروح زد يلعب لو راح احترف لا عمل؟ يعني 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 انا براء ده تعاونت، كان اول تعاون طبعا بيني وبين زد في الولاد الصغيرين في قطاع الناشئين. هو مواليد 2009 واحد المواهب المميزه عندنا. فحصل الديل ان 50-50، يعني انا ليا 50 وهو ليه 50 في كل المدخلات الماليه اللي هتيجي في المستقبل. من براء. من براء. احترف، اتنقل داخلي، احترف اتنقل خارجي، اي حاجه. اعارته، بس هو اي ما حاجه. دفعش فلوس بقى
في لا طبعا المقابل؟ دفعوا فلوس طبعا دفعوا. يعني. اه طبعا هو الولد لعيب، لعيب عندي مقيم. تمام. وكام مثلا؟ لا اللعيب ده كان يعني اعتقد والله انا فاكر التقييم تقريبا 4 مليون، هم دفعوا 2 واحنا دفعنا 2 والدنيا اشتغلت كده اوكي، كذا بحيث ان يبقى اوبشن في شراكه 50-50 طول الوقت في شراكه، شراكه برضه شراكه ليها ابعاد تانية عشان برضه تبقى حضرتك عارف. زد عندهم الامكانيه ان هم يطلعوا الولد بره، تمام، ونادي انبي عنده امكانيه الموهبه، تمام، انا بعرف اطلع الموهبه وهم عندهم الوسائل المنع بتاعتهم تشارك فلازم انا بامكانياتي ياخدوا الموهبه عندهم وهم بامكانياتهم يبتدوا يسوقوها بره، وانا استفيد تمام. وهو يستفيد. طب بمناسبه ان حضرتك فتحت زياد كمال، الناس مش فاهمه والناس بتقول لك ياه 30 مليون اعاره سنتين ونص، ازاي ما كانوا اشتروه؟ لا هو زياد كمال يعني الناس، بس طبعا مش عايز اخش في تفاصيل كتير، بس انا زي ما اكدت في اكتر من حوار يعني الديل بتاع زياد كمال ديل جديد على الكره المصريه كاعاره بشروطه، بس هو احنا تعاوننا انا والمهندس حسين لبيب اللي انا باكد تاني ان هو من اشطر الناس اللي انا اتعاملت معاها في مجال الكوره طبعا از بزنس مش تمام. كوره، بس هو مش بتاع دعوه بالكوره بيزنس برضه. طبعا عرفنا نطلع موديل ان احنا نستفيد من لعيب بدل ما نادي انبي هو اللي بيسوقه بس، يبقى نادي انبي بيسوق جزء يبقى الزمالك ونادي مراية الزمالك برضه. بقوته وجمهوره وشعبيته وبطولاته يسوق، فلما يبقى ناديين زي دول بيسوقوا لعيب اعتقد هيروح حته ثانيه. تمام. ايه ال 30 مليون دي ايه؟ لا يعني اصل خلي بالك اصل شروط الاعاره كتير جدا فيها شويه حاجات كتير، انما الناس استغربت يعني ايه اعاره 30. لا في عادي بتتعمل لانها معموله على مراحل وعلى سنتين ونص. هسال حضرتك سؤال، لو خلال السنتين ونص ما تسوقش زياد ورجع، من حق انبي يسترده بعد سنتين ونص او يبيعه؟ طبعا بعد السنتين ونص هيكون يرجع. خد ال 30 مليون في السنتين ونص وفق كل اللي موجود في العقد البنود يعني؟ ما هو خلي بالك يا محمد بيه، ما هو السنتين ونص اذا قعد زياد السنتين ونص هيبقى نادي الزمالك استفاد من خدماته، ما هو نادي الزمالك مش هيقعده سنتين ونص ما يستفادش من خدماته، أنا وهتبقى فاهم. خدماته اللي اللي هيقدمها معلش بس هي خدماته اللي هيقدمها هتبقى قيمتها بالنسبه للزمالك اكتر من 30 مليون بكتير. خدماته الزمالك الفنيه اسم تقصد؟ طبعا الزمالك اسم كبير ونادي ليه جماهيره وليه انت وطنه. متوقع الولد يفيد الزمالك بما قيمته اكتر من 30 مليون؟ لا ثانيه فنيا. واحده انا عايز اقول لك على حاجه، فنيا فنيا كوره انا ما بتكلمش فيها، انا بكلمك على ارقامه معانا واحتياجات الزمالك بالارقام اللي هم عايزينها، مش ارقام فلوس يعني هم عايزين ارقامه كواليتي عامل. ايوه كل ده ارقام في بقى مركزه كهاف ديفندر يعني، انما انا بقى هو لعيب عامل انا من ده بقى الناس. طب انا بس اللي عايز اساله حضرتك سؤال، عشان انا راجل يعني اعتبرني راجل بفكر كده على قدي، معلش انا اسف. هل بفكر عقدك ازاي؟ ايه؟ بفكر عقدك ازاي؟ هل 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 يا ايمن بيه اذا الزمالك خلال السنتين ونص دول مثلا حضرتك ما ماركتش خلاص زياد ولا الزمالك، واللعيب بعد السنتين ونص طبيعي وفق التعاقد راجع انبي، مظبوط كده؟ او انبي يبيعه للزمالك او غيره. تمام مظبوط. تمام. هنا الزمالك هيكون سدد لعيب ب 30 مليون وفق التعاقدات البنود كتير اللي موجوده دي، صح كده؟ تمام تمام. حلو قوي. بس هيبقى سدد وهيبقى ليه شير معانا في زياد، مش هيبقى سدد وزياد رجع وخلاص. طب بعد انتهاء الاعاره سنتين ونص ورجع انبي هيفضل الشير ده مستمر؟ طبعا. يعني حتى لو رجع انبي ولعب طبعا في انبي طبعا هيبقى الزمالك ليه نسبته؟ طبعا. اذا انت ماركته بعد 5 سنين مثلا؟ طبعا يا حلو. محمد بيه اللي هي كام في المية؟ لا لا بص عايز اقول لك على حاجه، لا انا مش عايز اخش في تفاصيل ارقام، بس انا عايز اكد لك حاجه بس دي مهمه القصه دي، لانه لا في ناس كتير بتقول لا انا عايز انه ام بيضحك على الزمالك. لا 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 بس انا عايز اريحك بس يعني الاثنين اللي عملوا الديل ده اللي انا شرفت بيه انا والمهندس حسين لبيب يعني انا شايف ان كانوا اثنين كل واحد حريص جدا جدا جدا، معلش في اللفظ يعني عقرين يعني قوي قوي قوي. بص بقى انا عايز اقول لك على حاجه، يعني انا مش هينفع اتكلم عن نفسي يعني انا مش هينفع اتكلم عن نفسي بس لا ما انا عارفك انا عايز اقول لك لا المهندس حسين لبيب وعارف المهندس حسين الكابتن حسين لا 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 كويس. لا لا راجل بصراحه يعني ماليش دعوه طبعا بالكوره، وراجل يعني بيزنس هو يبان طيب بس هو بيعرف يستثمر ازاي وبيعرف ياخد الجانب اللي هو عايزه بكل احترافيه.
طيب ولولا انا وهو كنا قاعدين على ترابيزه كده بنخلص الموضوع ده، ما كانش هينفع يخلص الا مع اتنين شطار. الصفقه دي ما كانتش تمت اصلا خالص خالص، مستحيل يعني، كان ما كنتش اصلا هتدي له زياد لو مش لا لا تحصل بالموديل بيزنس ده. لا لا تحصل مع شخصيه زي مهندس حسين لبيب، اقعد ونقعد نتكلم بنفهم يعني ايه بنستثمر مع بعض. طب ممكن اسالك سؤال؟ معلش انا اسف، انت اكيد دي لعيبه عندك انت متارجت انك تماركتها لانه لعيب مميز قبل حتى ما يحصل دي للزمالك او تتكلم فيه يعني. انت اكيد كنت متارجت لزياد. لو انا شبان عندي نادي وجاي بشتري زياد مثلا، اقول لك ايمن بن عايز اشتري زياد كمال في كنت متارجت له كام؟ لا بص بص يا محمد بيه، اللعيب بيتارجت له كام وقت انتقاله يعني مع بداية ليه بقى وقت مثلا انتقاله؟ لان اللعيب من ضمن البرايسنج اللي بيتعمل عليه احتياجات الطرف الاخر ليه والسوق عامل ازاي. فبالمناسبه ممكن النهارده في سعر معين لمركز معين لكواليتي معين، الاسبوع الجاي يظهر حاجه تانية. تمام، وقت بقى مع زيادتك يعني مع بدايه فتره الانتقالات كنت بتارجت كام لزياد ده مثلا؟ لا يعني انا جالك نادي عايز ياخده بيع وشراء نهائي يعني. لا زياد كمان ما كانش هيطلع باقل من 50 مليون جنيه. مش اقل من 50 مليون؟ اوكي. في الوقت اللي احنا كنا انت شايف دي القيمه التسويقيه الطبيعيه اللي هتطلعه كده مقابل انك تاخد قيمه؟ لان كان في السوق يعني بدون ذكر اسماء كواليتي اذا ما كانش زيه هيبقى احسن منه شويه. انت عارف معناه ايه اللي سيادتك بتقوله ده؟ اتفضل يا فندم. معناه انك هتكسب اكتر من 50 بالديل ده. لا ما انا بالديل ده، لا ما هو انا بالديل ده مأجل استثمارات زياد سنتين ونص عشان انا اكسب فيه اكتر ونادي الزمالك يكسب فيه اكتر. طبعا بس انت متارجت انك تسوقه بره. لما تأجل ما انت لما تأجل الاستثمار بتحط مارجن زياده عشان تكمل. بس ده ملوش دعوه بالكوره بقى، ده ليه دعوه بالبزنس. فاهم. بس انتوا متفقين حضرتك وكابتن حسين ان الولد ده لما يتألق هينطلق بره بعد سنه بعد اتنين وقت ما يتعمل الديل كويس. وقت ما يتعمل الديل كويس وهيفيد نادي الزمالك كاستثمار ونادي ينت كاستثمار مفيش اي مشكله. بعد ست شهور بعد سنه بعد اتنين وقت بعد ميجي. ست شهور بعد سنه، ما هو في الاخر هو يعني مفيش معارضه من الزمالك يعني البند اللي قاعد. لا 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 اللي سيادتك اللي بتاخد القرار خالص. وخلي بالك ما هو انا باخد القرار فيما يخص برضه عشان نريح نفسنا فيما يخص خارج مصر. طبعا لا خارج مصر، جوه مصر بيبقى فيه شويه تفاهمات وفيه شويه اشتراطات. تمام، انما بره مصر ده قرار انبي. بره مصر قرار انبي. تمام، وهي نسب بقى، انا اول سنه لو حصل الزمالك ياخد مثلا يعني اكس فيها حاجات 30%، ثاني سنه مثلا 50% وهكذا. العقد انا اللي كاتبه. ما هو انا ده اللي مخليني عايز اسال. لا 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 بعد انا اللي كاتبه من ثلاث صفحات في كل حاجه بكل اول سنه كام في المية زمالك يعني. لا لا مش هينفع والله، بس بقول انا عايز ينفع تقول يعني ولا ناس خالص؟ لا احتراما يعني للتعاقدات بتاعتنا. طب سؤال بعيد، هل الاهلي كان في الصفقه دي او اتكلم عن زياد ولا لا؟ لا لا خالص خالص عشان بس برضو كان في هري في القصه. لا لا خالص خالص. طب هرجع تاني بقى للنادي، حضرتك عملت الشراكه مع نادي ايه؟ لا بس حضرتك عشان كنت بتتكلم على موضوع النادي الدرجه الثانيه، نادي الدرجه الثانيه. المشروع ده احنا جالنا بفكره ان احنا اللي انا اكتشفت الاول ما جيت ان في لعيبه كتير جدا المسابقه بتاعتهم بتتلغي، واللعيبه دي طبعا ما بتطلعش الفريق الاول، بيبتدوا ياخدوا نفسهم اللي بيروح نادي اكس ونادي واي، وبعد سنتين ثلاثه بعد ما يشكوا كده ويروحوا وييجوا ممكن نادي ام بالدرجه الاولى يشتروه. فدي حصلت معانا يعني في الهيستوري اللي انا شفته. فابتدينا نفكر ان احنا لازم نعمل مخرج بفكره التطوير بتاعتنا، ان احنا نشوف نادي. بالمناسبه هو الكلام ما فيش حاجه اسمها شراء وبيع، هي بتبقى رعايه. فخدنا يعني تحت مسمى الرعايه. طبعا تحت مسمى الرعايه خدنا السنة ولا حتى شراكه. لا لا هي رعايه، الرعايه بقى هي الرعايه بقى على حسب يعني يظل النادي ملك اصحابه. طبعا. بس هي القصه فين برضو؟ عشان برضو الموديل اصله مختلف. انا عملت السنه اللي فاتت مع مصر السلوم وخدنا تجربه وشفنا اخطائنا فيها وصلحناها باجراءات جديده، وعملنا عقد رعايه جديد السنه دي او يعني بدايه الموسم مع بايونير فرقه ثانيه. الموضوع مش بالسلاسه طبعا اللي بتتقال كده، لان خلي بالك يا محمد بيه الموضوع يخص منشا اللاعب نفسه. الموضوع مش سهل كده يعني. اللاعب نفسه اللي انت بتربيه لازم يبقى عارف ان هو هيروح لنادي مختلف بمسابقه مختلفه وسط جمهور مختلف تماما.
فدي بتبقى مربوطه بالمنشا. الحاجه اللي اهم من كده من المشروع بتاعنا ده، احنا لما عملناه من سنتين ما كانش يخص اللاعبين بس. يعني كان طبعا انا الموضوع كان يخص اللاعبين والمدربين. مدربينك اللي هم في انبي